السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، معكم مس هبة رجب. أهلا بكم تاني إعدادي في العام الدراسي الجديد 2025. بنكمل مع بعض شرح منهج الإنجليش من كتاب الأضواء الجيم ترم أول طبقا لأحدث تعديلات الوزارة. انتهينا بفضل الله من شرح وحل تدريبات جميع دروس يونت 2 هاو أر يو فيلينج، والنهاردة معانا آخر فيديو في الوحدة معانا حل اختبار شامل على يونت 2 بيد نمبر 82 صفحة 82. بيقول الأضواء تيست أون يونت 2 إيه يا أولاد، ادعمونا بلايك وشير الفيديو وشارك في القناة، متابعة لصفحة الفيسبوك مس هيبة رجب عشان يوصلكم إن شاء الله كل جديد. أول سؤال معانا يا ولاد سؤال استماع، بيقول listen and choose the correct answer from A, B, C or D. هنسمع نص الاستماع ونص موجودة في نهاية الكتاب وبعد كده نتخيل الإجابات الصحيحة. النص بيقول رانيا is a dentist، رانيا طبيبة أسنان. She is married and has two children، متجوزة وعندها طفلين. She works in London، تعمل في لندن. She always drives sorry advises her patients، تنصح المرضى not to look after their teeth، ان هم يعتنوا باسنانهم. بيقول لك رانيا از تيتشر فارمر هاوس وايف ولا دينتست؟ طبعا ايه ولا دينتست، طبيبة اسنان. شي وركس ان تعمل في ايجيبت ولا جابان ولا لندن ولا انديا ولا انديا؟ طبعا في لندن. شي هاز نوت تشيلدرن، عندها اطفال ايه، 1 ولا 3 ولا 2 ولا 4؟ قلنا 2 تشيلدرن. شي ادفايزز، تنصح the hair patients المرضى to look after them، ان هم يعتنوا بايه، bodies اجسادهم، legs سيقانهم، teeth الاسنان، هندس الايدي طبعا يا اولاد الاسنان. السؤال الثاني complete the following dialogue، اكمل المحادثه. ياسر كان to go to the football practice، لم يستطيع الذهاب الى اي تمرين كره القدم because his brother is in hospital، لان اخوه في المستشفى. علي بيقول لي ياسر، هاي ياسر، مرحبا يا ياسر، how are things، كيف الحال؟ قال له هاي علي فاين، انا بخير. Are you coming to football practice today، هتيجي التمرين النهارده بتاع كره القدم؟ هيقول له ايه، sorry I can't، اسف I can't، لا استطيع. قال له حاجه، قال له I can't come because، قال له why، can't you come، ليه مش هتقدر تيجي؟ قال له I can't come because my brother is in hospital، في المستشفى. بيقول له I can't because my brother is in hospital، مش هقدر اجي عشان اخويا في المستشفى. فسأل سؤال، قال له he had an accident، حصل ليه حادثة. هيقول له why is he in hospital، ليه في المستشفى؟ قال له عمل حادثة. sorry to hear that، اسف لسماع ذلك. هيقول له ايه، هيقول له ايه، thanks، شكرا. قال له حاجة، could I come to visit him with you، ينفع اجي ازوره معاك؟ هيقول له ايه، yes sure، بالتأكيد. reading comprehension، قطعة الفهم. read the following then answer the questions، جايب لي عبارة عن ايميل بعته امير لرامز. هاي رامز، how are you doing، كيف الحال؟ good job on passing your science test، انت اديت اداء جيد بانك اجتزت اختبار العلوم. I am so proud of you، انا فخور جدا بيك. do you have any more exams coming up next term، عندك امتحانات تاني الترم القادم. I have some exciting news to share with you، عندي اخبار مثيرة عايز اشاركها معاك. we are moving to a new house، انتقلنا لبيت جديد. I am really looking forward to it، يعني انا بنتظر ده. because my new bedroom is huge، عشان غرفتي النوم الجديدة ضخمة او كبيرة. but there is a little bit of bad news، في كده ايه اخبار ايه سيئة بس ايه بسيطة جدا. do I have to share the room with my brother، لان انا لازم اشارك الغرفة دي مع اخويا for a week، لمدة اسبوع. until his room is ready، لحد غرفته ما تكون جاهزة. would you like to visit me، تحب تزورني in my new house، في البيت الجديد. I'll be happy if you come، هكون سعيد لو انت جيت. I really can't wait to see you، لا أستطيع الانتظار لكي أراك this summer، هذا الصيف. طبعا يتعود على مين؟ على رامز. we should plan some fun activities، يجب ان احنا نخطط لبعض الانشطه الاولاد المضحكه. to do، تقدر نعملها مع بعضينا. how about going swimming، ايه رايك ايه نذهب للسباحه. or sailing، او الابحار. at the beach، على الشاطئ. it's going to be so much fun، الامر هيكون ممتع جدا. write back soon، اكتب لي قريبا امير.
give a suitable title for this text. عاوزين بقى يا ولاد عنوان مناسب لهذه الايه، لهذا النص. هنقول أميرز good and bad news، اخبار امير الايه الجيده والسيئه. Who wrote it، من اللي كتبه؟ امير. Why do you think امير isn't happy، ليه امير مش سعيد؟ انا عارفه ليه، لان يا ولاد هنقول he has to share the room with his brother، عشان لازم يشارك الغرفة مع اخو، دي الحاجة اللي مزعلة. طيب the underlined pronoun you refers to، you تعود على مين؟ على رامز اللي احنا بعتله الرسالة، ولا امير، ولا his brother، ولا the writer؟ طبعا ايه، رامز. رامز passed his notice، اجتاز اختبار ايه يا ولاد؟ ايه الساينس، ماس ولا ساينس ولا ارت ولا انجلش؟ طبعا يا ولاد الساينس. عندنا the word fun، كلمة fun means ايه، useless مهمل ولا ugly قبيح ولا exciting مثير ولا ايه؟ sad طبعا exciting. تعالى بقى تشوف the correct answer from A B C or D. بيقول لك they need a technician to know at the computer، محتاجين تقني يعني حد شغال في التكنولوجيا عشان يعمل ايه الكمبيوتر، بارك ولا كوميونيكيت ولا ريبير ولا جيس. طبعا يا ولاد ريبير، يصلح. I heard the note on the radio، سمعت ايه في الراديو؟ تيمز الفريق، ماس الحساب، نيوز الاخبار، ولا اكزامز؟ طبعا سمعت الاخبار. You can't not your car here، ممنوع تعمل ايه للسيارة هنا، بارك ولا بريك ولا بارك ولا بارك بارك ده يا ولاد معناها يركن السيارة. When two people not married، لما اتنين ايه مارد، اسمها ايه يا ولاد؟ get married، بيتجوزوا. they have a wedding، بيعملوا حفل زفاف. When I go to a new place، لما بروح مكان جديد، I like not friends، بحب ايه، making account، صداقات ولا giving ولا doing ولا taking؟ طبعا making friends. You should not a test after studying for a long time، طبعا take a test ولا make a test ولا do a test ولا relax a test؟ طبعا لازم نعمل ايه، ناخد اختبار بعد ايه، بعد ما نذاكر ايه فترة طويلة. سوري يا ولاد دي ريست، اسفة جدا، ريست اللي هي راحة، عايزين نقول لك ايه، ناخد فترة راحة، تبقى تيك اريست. طبعا ناخد فترة راحة بعد ما بنذاكر لفترة طويلة. I can go on the school to أسوان، اروح رحلة ايه بتاع المدرسة، اروح ايه بتاع المدرسة لأسوان، طبعا تريب يعني رحلة. I live with my mom and dad in a small flat in Minya، I live انا عايش ايه، happy ولا happily ولا sad ولا good، حالي ايه وانا عايش، عايزة اصف live يعيش، اصف الفعل بايه يا ولاد، بالحال. We are studying traditional Arabic calligraphy، بندرس الخط العربي التقليدي. And we are not it، we are enjoy ولا enjoys ولا enjoyed ولا enjoying؟ طبعا we are ايه يا ولاد، we are enjoying it، بنستمتع بيه. بعد كده we are repairing the roof، احنا بنعدل او بنصلح السطح. We are repairing a go ولا now ولا yesterday ولا last، طبعا ده مضارع مستمر يبقى now. Complete the sentences with the correct form of words in brackets. Grandpa، my grandpa جدي. Visit us on Fridays. We always enjoy sitting with him. بنستمتع بالجلوس معاه. يبقى my grandpa يا ولاد. ها. My grandpa يعني he visits. بيزورنا، مضارع بسيط. Always speak quietly. اتكلم بهدوء. To your parents، مع الوالدين. What is your father doing؟ بيعمل ايه؟ مضارع مستمر عشان عندي اس. I am so sorry، انا اسف. I can't hear what you. I can't hear what you are saying. Write a paragraph of 90 words on what teenagers need to be happy. ماذا يحتاج المراهقين لكي يكونوا سعداء؟ طبعا دي احنا خدناها في الدرس، الخمس اسباب او الخمس حاجات اللي بتخلي المراهق يا اولاد ايه سعيد، خدناها احنا بنشرح الدرس اللي هي ايه، happiness for the teenagers. تمام، في الدرس يا اولاد صفحه 66 بيقول لي happiness for teenagers. تمام، ودي الحاجات اللي ايه اللي قلنا عليها، ان ايه get lots of rest، لازم ياخد ايه فتره كبيره من الراحه. تمام، و
بي فريندلي ان يكون ودود جوه وتسايد يخرج هيلب سام وان يساعد شخص ما بي جريتفول يكون شاكر او ممتن ايه لكل حاجه ايه جود ايه ان هيز لايف. كده انتهينا من حل اختبار شامل على الوحده الثانيه. يبقى من الفيديو الجاي ان شاء الله هنبدا مع بعض يونت 3 الوحده الثالثه. ادعمونا وانتظرونا بلايك وشير الفيديوهات، متابعه لصفحه الفيسبوك عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد. صفحه الفيسبوك ميس هبارجة ونفس اسم القناه بالعربي. بتمنى لكم نجاح حبيبي والتوفيق يا اولاد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.